بيزور مصر. استغرب واندهش من طريقة منع التصوير في كل مكان. اندهش رغم انه مواطن مغربي مش عايش في اسبانيا، ومع ذلك شوف واضح ان الوضع عنده احسن بكتير من عندنا. اندهش المواطن المغربي من التصوير اللي ممنوع في كل مكان في مصر. باش تصور في مصر اصعب حاجه، اصعب حاجه قدرت ديرها في حياتك هي تصور فيديو في مصر. علاش ممنوع التصوير؟ الحاجه اللي تفاجئنا بها هي ممنوع التصوير نهائيا، ما تقدرش تصور في مكان تصور البوليس كيوقف عليك. ممنوع تصور، باش تصور خاصك تصريح، تصريح خاصك تخلص عليه 50,000 تقريبا، و 50,000 كتعادل تقريبا 3100 دولار، يعني اكثر من 3 مليون باش تصور. اي بلاصه كتمشي ليها كيوقف عليك مخزن. الناس براسهم يعني الشعب براسهم، الناس مشي البوليس كيقول لك اي ما تصورش. من كتر ما هو ممنوع التصوير في مصر، سواء تاكسي قال للشقيق المغربي يا ابني هنا مش ممنوع التصوير بس، هنا ممنوع اي حاجة وكل حاجة، اهلا بيك في كوريا الشمالية. امي انا عامل فيديو مع امي، شنو قال لنا مول تاكسي فاش كنا جايين هنا، قال لنا الدولة ديالهم قريبة الشمال. اش كوريا الشمالية؟ كوريا الشمال والله العظيم. وشافني كنصور بالجوبرو، واحد اللقطة صورتها من تاكسي، انا دوزها لكم دابا، صورتها من تاكسي وبقى كيقول لي حاول ما يشوفوكش البوليس. علاش قال هادشي؟ انا كنعرف بلي ممنوع، بعدين خرج من الهضره اكثر قال لي ممنوع، انا قال لي اي حاجه انا ممنوع، قال لي البوليس اللي في مكانه غيجيو معاك مشكل كبير، قال لي ما كيهمهمش باسبور ديالك منين، واخا تكون اوروبي امريكي منين ما جيتي ممنوع تصورها بمشاكل ديال بصح. قال لي الدوله حنا مزيره كلشي وما كتخلي حد يدير شي حاجه، هي لدرجه ان الدوله ديالنا قريبه تشبه، قال لي من هنا واحد شويه غنوليو كنشبهوا كوريا الشماليه. انا عايز افهم، دوله ناجحه كما تقول كل الصحف والجرايد والتلفزيونات والاذاعات كل يوم، دولة حققت ما لم يحقق من قبل، دولة انخفض فيها معدل التضخم وكل المؤسسات الاقتصادية بتشيد باقتصادها، وكل المؤسسات العالمية تتحدث عن سفلات طرقها، وكل الناس بتتكلم عن هذا النجاح غير المسبوق، يتمنع التصوير فيها ليه؟ مش نسيب الناس تنقل للعالم صورتنا الحلوة